متواصلين اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، ومن الجمال الى الجمال. ايضا البطانة في السودان ثقافة وزراعة، نشاهد هذا التقرير. البطانة أرض منين قلت للخير ازرق نسيمة بمراتعها، المطبخ بخلي اللون لطاحها الزين ده؟ المنبسطة على امتداد البصر تحكي عن تاريخ امتد وتنوعت فيه صور ملهمة، فكانت مثالا لتداخل القبائل العربية التي سكنت أرضها تمارس حرفة الرعي والزراعة كحرف أساسية. تربية الإبل بهذه الأرض الواقعة في محلية أم القرى بولاية الجزيرة ارتبطت بالمنطقة منذ قديم الزمان، فكان للبادية دمها في عروق من أحبوا هذه الحرفة حنينا ينساب عبر الزنبارة، وهي آلة موسيقية تتم صناعتها يدويا يعبر بها أبناء البادية عما يسكن في نفوسهم من إبداع وشوق وحب لهذه الإبل. قبيلة الرشايدة التي اشتهرت في هذه المنطقة تحديدا بتربية ورعي الإبل تداخلت مع القبائل الموجودة بالبطانة، وهي قبائل الشكرية والبطاحين والفادنية والمغاربة والكوالة وغيرها من القبائل، يتشكل نسيج اجتماعي متصافي يتفق على الماء والكلى للرعي ويفتخر بما أنعم الله عليه من نعم وثروات. صافي 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 نهم الخزانة والدولة وبغص المكان وبريد وشيوخ البطانة. صافي 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 ذهب الخزانة والدولة وبغص المكان وبريد وشيوخ البطانة. يدول البومب وسبيبه مرق الماء قريب وبريد يدول البومب وسبيبه يدول البومب وسبيبه مرق الماء قريب وبريد. الإبل التي ترعى الأنواع المختلفة من الحشائش التي تنبت في أرض البطانة وترتحل من مكان إلى آخر بحثا عن الكلاء والماء، وتحتمل السفر الطويل الشاق لأكثر من 16 يوما لا ترد فيها الماء. أما في أحوالها الطبيعية فهي ترد الماء مرة كل شهرين في فصل الخريف، أما في فصل الشتاء ترد الماء كل 10 أيام مرة، وفي الصيف ترد الماء كل أسبوع، وذلك لما حباها الله من قدرة عالية تحتمل بها العطش وتوائم بها نفسها مع المناخ الموجودة فيه. كرم تراه على الوجوه كأنه يملأ الكون كله، وفرحة تمثل طيبة إنسان الجزيرة لترسم في الذهن آية الصور لقضعان الإبل وتتكئ على ذاكرة لا نسيان، فهي صورة تجبرك على أن تشعر بطعم وأنفاس البادية تملأ ما بين شوق البعاد والزمان حتى يحدوك الحنين للعودة إلى أرض هي بالجمال خصيبة.